في نهاية رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، نتحدث إن شاء الله سبحانه وتعالى عن ثمرات الإيمان. فللإيمان الصادق ثمرات وفضائل كثيرة في حياة الأفراد والمجتمعات والشعوب. سنقف على بعضها لتزكية نفوسنا وتربيتها وحثها على معالي الأمور والبعد عن سفاسفها. المؤمنون، إن تنمية العقيدة والروح الإيماني من أسباب النجاح والفلاح لضمان مجتمع إسلامي متماسك في وحدته وقوته وصلابة إيمانه. فالإيمان يقوي المعرفة بالله سبحانه وتعالى، يوحد القبائل واللغات والأعراق في رحاب المجتمع الواحد الذي يعبد الإله الواحد ويتبع النبي الواحد ويؤمن بالكتاب الواحد، بل ويضبط التصورات والأفعال والسلوك في قيم واحدة هدفها سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن ثمرات الإيمان أيها الإخوة الكرام، أولا نيل مرتبة ولاية الله الخاصة التي هي أعظم ما تنافس المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون وأعظم ما حصل عليه المؤمنون. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال أيضا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الجهل إلى نور العلم والمعرفة، ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، ومن ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة والذكر، منها التمكين والاستخلاف في الأرض أيضا. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهذه من أعظم الثمار التي تحصل لأهل الإيمان، لأنها تتضمن الاستخلاف في الأرض والتمكين لهم وجعلهم أئمة للناس ولاة عليهم، بهذا تصلح البلاد ويحصل الأمن للناس ما دام قد تتحقق فيهم الشروط المطلوبة، شروط الاستخلاف والتمكين في الأرض. ولقد حصل هذا للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء الراشدين أيضا. اذكروا: إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ومن ثمرات الإيمان أن الله يدفع عن المؤمنين جميع المكاره وينجيهم من الشدائد والكرب. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. يدفع عنهم الأعداء ويدفع عنهم المكاره قبل نزولها أو يرفعها ويخففها بعد نزولها، وما وقع ليونس عليه السلام أيضا. قال تعالى: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشيء؟ إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلاء الدنيا دعا به يفرج عنه، فقيل له بلاء، فقال: دعاء ذي النونين. ومن ثمرات الإيمان وفضائله أن الله سبحانه وتعالى جعل الخير في كل حال المؤمن، في حال السعة وفي حال الضيق يكون الخير حليفا للمؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن الحديث، إن أمره كله خير. ومن ثمرات الصبر الجهاد في سبيل الله أيضا. ومن ثمرات الإيمان الصبر على الجهاد وبذل الغالي والنفيس، ومنها تعلق القلب بالله وما عنده في جنات الآخرة. وعد الله الذين آمنوا منكم، يعني كما تقدم. ومنها عصمة المؤمن من الوقوع في الكبائر والمعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.
بل يعصم الإيمان المرء من الكذب والخيانة وشهادة الزور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى فرصة قادمة بحول الله.